الآن الشعب الفلسطيني يتيم، يتيم ملوش حدا. كان يدافع وحارب وضحي بماله وبذهب مرته من شان يشتري البارودة وفشكاتها من شان يحمي بلده. كاكون هاي اللي على بعد 6 كيلومتر من 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 طول كرم احتلوها اليهود والجيش العراقي فيها. كانوا اليهود اللي يلحقوه كطفل ولد صغير، ولد صغير وجمدان اكتر صغير كم كبير من العرب. لو الله اعطاني العمر وصح لي ارجع اسكن في الرمله لارجع. والله ما خدنا شغله غير لجن والطنجره والبابور وبريك شاي كنا وكني زيت وحفن تطحين. عمتي اخذتهن الاختيارة بك عمي والاختيارة اخذناهن في كدح في لجن هلك وحتى اللجن هاي اللجن برا كناه بغسل فيه لجن حديد